السلام عليكم. ما زالت عجلة الإنتاج الغربي تدور مسرعة ومولدة هالة حضارية يدور في فلكها القاسي والداني، وهو دوران ابتلع كثيرا من خصائص الشعوب وسماتها الذاتية. وليس إنتاج الغرب يقتصر على التقنية، وإنما يتعداه إلى مستوى أعمق من الأفكار وطرائق التفكير والنظر إلى الأمور. في الألفية الميلادية الثالثة وفي الثلث الأول من القرن الحادي والعشرين تحديدا، حيث المادية سيطرت على الأفئدة والعقول، وحيث منطق اللذة والمنفعة هيمن في كل واد من العالم، في هذا الوقت يثور سؤال العقلاء عن مصير الهوية. هذا المصير الذي تبحث عنه حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، سائلة عن المستقبل العربي عبر سؤال الهوية وعلاقة الشباب بهذا السؤال. نخوض في هذا الحديث بعد متابعة التقرير التالي. في غياب نظام قادر على غرس قيم الانتماء في نفوس الناس، فإن وجود وطن يدافع عنه أبناؤه يصبح أمراً غير قابل للتحقيق. ولأن الانتماء ينبع بالأساس من الإيمان بالهوية أياً كانت تلك الهوية، فإن الباحث عن بناء وطن أو استعادة مجد أمة ينبغي عليه أن يجيب أولاً عن السؤال التأسيسي: من نحن؟ غير أن السؤال على بساطته وضآلة مبناه اللفظي يحمل من التعقيد ما قد يجعل الإجابة عليه تختلف بقدر عدد المجيبين في عالمنا العربي في زمن فضاء الإنترنت والسماوات المفتوحة، ذلك الفضاء الذي انمحى معه الكثير من الحدود والفوارق الثقافية والقيمية بين المجتمعات. فالناس في المنطقة الممتدة من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي، ولاسيما الشباب منهم، يتأرجحون بين الهوية القومية والدينية والقطرية، بل والقبلية والطائفية والمناطقية كذلك، كما أن هناك من تنكر لكل ذلك مستسلما لحملات التغريب الثقافي، متجردا من كل قيمة حاكمة لسلوكه ومنظومته الفكرية والأخلاقية لصالح قيم لا تمت لمجتمعاتنا بأي صلة. وعلى الرغم من أن ثورات الربيع العربي كانت كاشفة عن تبلور توجه شعبي نحو هوية عربية إسلامية جامعة، إلا أن الثورات المضادة بكل ما مارسته من قمع ودموية تمكنت من إعادة الأمور عشرات السنين، ليس فقط سياسية وإنما ثقافيا وفكريا. فعادت النزعات التشرذمية في المجتمعات العربية، وعادت الصراعات الطائفية والمذهبية بوجه أكثر بشاعة من ذي قبل، في ظل تراجع فكري وحضاري كبير وعجز عن إنجاز أي تقدم حقيقي في أي من القضايا المصيرية للأمة. من هنا يؤكد باحثون أن الأمر ربما يظل مرهوناً بانتصار أحد الفريقين، إما الثورة بما توفره من مناخ الحرية الذي يمكن الناس من الوصول إلى إجابة شافية لسؤال الهوية، أو استمرار الثورة المضادة بما يعنيه ذلك من استمرار لمرحلة التيه العربي. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هنا معي في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف مشرف، الباحث في معهد العلوم الإنسانية بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، ومن بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي، ومن بيروت عبر سكايب ينضم إلينا الدكتور خالد كموني رئيس وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية في المعهد العالمي للتجديد العربي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا من ألمانيا دكتور أستاذ نبيل، في الحالة العربية هل تعتبر الهوية من المفاهيم المحددة والواضحة في الوجدان العربي أو في الذهنية العربية، بمعنى هل لها امتدادات معرفية في ساحة الوعي العربي؟ بصورة خاصة يعني خلال هذا القرن وفي خلال أيضا النصف الأخير من القرن الماضي، الواقع كانت ليست واضحة، ليس فقط على المستوى العربي وإنما على كل مستوى من المستويات. هناك فارق كبير بين الهوية الحضارية والهوية التقنية المادية التي هي جزء من الحضارة ولا ترتبط مباشرة بشعب أو بقوم أو بانتساب ما. هناك أيضا قضية أخرى، الواقع أن السيطرة المادية هيمنت على صناعة القيم، وبالتالي استطاعت أن تمنع ظهور هويات أخرى تنافسها. والسيطرة الحضارية المادية الغربية الواقع هي أول حضارة عالمية
احتكارية، بمعنى أنها لا تريد أن تصل أن يصل التقدم التقني يعني بالفوارق الكبيرة التي أصبحت موجودة الآن إلى الطرف الآخر. نحن إذا راجعنا تاريخيا هذا الجانب الواقع، جانب الهوية من وراء التقنية، نجد إذا سألتك من القوم الذين اخترعوا النار، لا يستطيع الإجابة. الإنسان يتوارث الجوانب التقنية تابع طريق الحضارات السابقة، كانت هذه دائما بالحضارات الفرعونية إلى الحضارات الآسيوية إلى الحضارات الغربية وأيضا الحضارة الإسلامية، كانت تتابع الجانب التقني، الجانب العلمي، الجانب المادي، تتابع ما سبقها. أما الواقع الذي اختلف الآن في ظل الحضارة المادية الحديثة أو التقدم المادي الحديث، هو أنه يحاولون حصر التقنية، لذلك تجد بعض الأشياء يمنع تصديرها، بعض الأشياء يمنع دراستها حتى في الجامعات الغربية، وهو ما لم يحدث في التاريخ من قبل، منذ أن ظهرت الجامعات الأولى في المنطقة العربية والإسلامية. بالتالي الواقع المشكلة ليست مشكلة الآن الجيل الشباب الحالي، إنما هي مشكلة عالمية الآن، بأن الأزمة الحضارية، الأزمة الهوية، هي أزمة الواقع صنعت صنعا على المستوى الحضاري الحديث. طيب، يعني أنا أريد أن أتحول إلى بيروت مع الدكتور خالد، ونركز أكثر على الحالة العربية. في الحالة العربية هنا فيما يتعلق بموضوع الهوية المبحوث عنها عربيا، ثمة صراع بين مقومات هذه الهوية، فاللغة، التصور المشترك للتاريخ، العرق، القبيلة، هذه مفاهيم التي تكون الهوية متزاحمة في الحالة العربية، وهي في أحيان كثيرة ربما يعني متضاربة، متعاركة. هل من تفسير لهذا الأمر؟ نعم، القضية المطروحة إشكالية بحد ذاتها. عندما نطرح مفهوم الهوية، إننا نطرح إشكالية الهوية، إشكالية الانتماء. هذا الإنسان يتهوى، أي يطلق عقله لتعرف ماهيته، والوجود دائما يسبق الماهية، يعني ظهور هذا الإنسان في العيش في الحياة يسبق تحديد نوعية ظهوره، يسبق ماهيته التي يظهر بها في الوجود. لذلك أن استعادة التفكير في الذات اليوم عربيا هي القدرة، يعني هي النضال الذاتي للإنسان لاستعادة نفسه فاعلا في هذه الحياة، يعني استعادة تمتعه بعقله، لاستعادة السيطرة العقلية على الوجود، على الطبيعة، لكي يحاكي هذا الإنسان الطبيعة ويمنع أن تهاجمه الطبيعة بجوائح كبرى، يعني لكي يثبت أخلاقية وجوده في هذا الكون. إذا نحن عربيا ما نقوم به اليوم هو تشظي معين في الانتماء الواحد لعقل واحد ولغة واحدة وعلم واحد. ليس نحن لا نطرح وجهة نظر مقابل وجهات نظر أخرى، ولكن نطرح الرؤية العربية، هذا الرأي، كيف نشكل رأيا في الحقيقة. عندما نشكل رأيا في الحقيقة نتكلم عندئذ عن رأي عربي، نقول هوية معينة لهذا الرأي هي مثلا عربي. ما نقصده بالعربي عند ذلك هو الحاجة الإنسانية العامة لرأي عربي في الكون، كما نحن احتجنا لرأي إنجليزي ورأي هولندي ورأي فرنسي إلى ما هنالك. كان الرأي العربي مفقودا أو كان ضعيفا أو هزيلا أو أثر أحيانا في مواقع قوة معينة. ما نريده اليوم، وهو ليس يعني بعيدا، أو لا نتكلم عن أشياء مفقودة، العربي اليوم يصنع ذاته، يعني الحالة الثورية العربية بغض النظر عن اختلاط الدم بالياسمين فيها، ولكن هذا العربي اليوم ظاهر أمام الجميع. هذا الظهور وهو متعة الانكشاف، متعة أن يرى الإنسان ذاته بما هي هزيلة وبما هي قوية، ويدرك كيف يصنع هويته، لأن الهوية فعليا لا تستعاد بل تصنع، الهوية حاضرة دوما. هذا المفهوم للهوية هو الذي يعيد العرب قوة حضارية، يعيد العرب هوية حضارية إنسانية. هل الكل هل دكتور خالد، هل من الصحي
يعني قبل أن أرجع إلى الاستديو، هل من الصحي أن تتزاحم هذه المفاهيم المكونة للهوية؟ يعني اللغة العرب الآن يعني صاروا لم يعودوا يعيروا اهتماما كبيرا للغة، وهي أخطر مكون من مكونات الهوية. فاللغة العامية زحفت إلى وسائل الإعلام، بل حتى إلى الأدب والشعر والرواية والقصة، وصار عندنا أدبا محكيا على حساب اللغة العربية الفصيحة. ثمة الأمر ينطبق نفسه على قضية التصور المشترك للتاريخ، ثمة صراع عميق أفقي وعمودي بين النخب وحتى بين الناس عامة حول هذا التاريخ. هل هذا ظاهرة صحية أم أنها ظاهرة سيئة أو مأساوية فيما يتعلق بالهوية؟ نعم، المشكلة على في هناك قضيتين طرحتهما، اللغة والتاريخ. لا بالضبط، المشكلة اللغوية، أنت لا يمكن أن تكون لديك هوية آنية معاصرة إلا إذا كانت لغتك معاصرة، واللغة المعاصرة هي لغة العلم. وكيف تصنع لغة العلم؟ يعني عندما نقول أن هناك فلسفة للغة، يعني أنت تقول أن هذه اللغة لغة علمية آنية يحتاجها الإنسان. فالفلسفة هي علم اللغة في منظار العقل، يعني عندما تصبح اللغة حاجة للكلام اليومي، عند ذلك تصبح هذه اللغة حاجة كونية وتصبح يحتاجها الإنسان، يحتاجها الإنسان أينما وجد. يعني نحن اليوم نحتاج اللغة الإنجليزية لأن من اخترع الآلات اخترعها بهذه اللغة، يعني اخترع الحواسيب وإلى ما هنالك والتقنيات الإلكترونية وما بعد الوصول إلى الثقوب السوداء، الآن كل هذه الاكتشافات في الإنجليزية. لذلك أي فلسفة للهوية ستكون انسجاما مع هذه الرؤية الغربية الإنجليزية إلى ما هنالك. عربيا هذا ليس مفقود، ولكن ما يعني المواجهة ليست بين عامية وفصحى، المواجهة هي فقط بنوع العقل، يعني إفقاد العربي عقله العربي هو ما يجري اليوم. يعني أنا مثلا لا أقدر أن يعني لا أفهم لماذا هذا الإفراط في التحدث بالإنجليزية، وكل شيء أرنة المحلات حتى البرامج التعليمية، حتى هذه الكارثة الكبرى أن تدرس العلم باللغة غير لغتك. عندما تدرس بلغة غير لغتك ستبدع بلغة غير لغتك، يعني سيكون عقلك عقلا آخر. فتخيل أن تضع عقلا آخر في ذاتك، يعني تضع عقلا إنجليزيا في ذاتك أنت أيها العربي، فكيف تكون عربيا اليوم؟ نقطة مهمة دكتور خالد، أشكرك على طرحها، لكن أعود إلى الاستوديو لأسأل الدكتور عبد اللطيف. قد يسأل سائل، وهو حقيقة ليس قد على صيغة التحقيق، هو يسأل هذا السائل، وأحيانا يكون كثيرا من النخب، أنه ما قيمة موضوع الهوية في زمن تتعاظم فيه المادية وتسيطر فيه اللذة والمتعة والمنفعة الملموسة على البشر؟ أي قيمة يكتسبها سؤال الهوية في مثل هذه المعطيات؟ بداية، الهوية هي إشكالية كبيرة، علينا أن نفرق بين شيئين. هل هي هوية مجتمعية سوسياتي تنظيرية تنويرية حداثية، أم هي هوية أممية أمة من مفهوم الأمة؟ هذه الإشكالية نضع فيها منظورين. الهوية تأخذنا إلى أبعد وإلى عصبيات وإلى قوميات وإلى شوفونية عالية المنطق والمنهج. هل نبلغ إلى هوية المجتمع السوسياتي التنويري الحداثي الذي ظهر في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، أم نأخذ بهوية الأمة وجعلناكم أمة واحدة؟ هنا الإشكالية التي لابد أن تطرح في علم الفلسفة وعلم الاجتماع وغيره، لأن عندما نأخذ بمفهوم الهوية الغربية إذن نسبب إشكالية أخرى. إذن من كل حق إنسان أن يحتفظ بهويته، والمجتمع بني على الاجتماع والترابط، وجعلناكم أمة واحدة. عندما أخذ بالمفهوم الغربي بمفهوم الهوية هي الكيان، وأن مجموعة من المكونات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تشكل خصوصية وقيمة هذه المجتمعات وتحتفظ بها، إذن نعمل على عملية انشقاق مجتمعي. كيف؟ إذن الأقراد إذن يصبح لهم حق في قوميتهم، إذن الأمازيغية يصبح لها حق. لكن قبل ذلك دكتور عبد اللطيف، يعني هل أنت من القائلين بأن المادية الحديثة تتعارض مع قضية الهوية كقضية أساسية في حياة الأمم والشعوب؟ المادية الحديثة أفرزت لنا الثقافة الاستهلاكية التي التهمت
الأشياء التقليدية، الخصوصية، العادات، التقاليد، العرف، الدين، العقيدة، المستوى التعليمي، المستوى الفكري، التهمت كل شيء وغيرتنا إلى عالم التغريب، إلى عالم الانبهار بالغرب، فتاهت مفاهيم الشباب، تاهت مفاهيم الهوية، لا نعرف نحن عرب أم مسلمين، تاهت وفق تزاحم الأيديولوجيات. ليس فكاكم في ذلك، ليس هناك انفكاك بين أن يكون المرء عربيا ومسلما، بل العكس، يعني قمة الترابط هنا. إذا أخذنا بمفهوم الهوية الغربية إذن يصبح هناك انفكاك، فإذن نأخذ بالهوية الأممية الجامعة المبدأ القرآني، لأن لابد من صياغة واحدة تضمن للجميع حقوقه الثقافية والاجتماعية. أين نجد هذه الصياغة؟ نجد هذه الصياغة في الدستور، في الدستور القرآني، نجد هذه الصياغة ظهرت بشكل عملي وواقعي في الحضارة الإسلامية. إذن علينا أن نفرق بين هل نريد هوية مجتمعية أم هوية أمة. هوية، لكن على كلامك هذا يعني كما لو أنك تريد أن تتضاءل الهوية العربية لصالح المجتمع الإسلامي الأكبر، وهذا لا يقول به يعني كثير حتى من الإسلاميين أنفسهم، لأن هذا يعني الهوية الإسلامية الجامعة، يعني أن تتجاوز حدود الأقليات من نصرانية ويهودية وبوذية وغير مسلمة، يعني ستقودنا إلى النتيجة ذاتها، فالإسلام لا يتعارض مع أن يكون هناك هوية عربية ذاتية. بالفعل، ولكن الإسلام قدم العام على الخاص. عندما نستزيد من السيرة النبوية، سليمان الفارسي كان مسلما ولكن ظل بقوميته الفارسية ويطلق عليه سليمان الفارسي، صهيب الرومي. هنا عظمة الحضارة الإسلامية التي تدعونا إلى هوية جامعة تقرب جميع الثقافات، تقرب جميع الإثنيات في مجتمع واحد متماسك مترابط. إما إذا أخذنا بنا الاعتبار إلى الهوية الغربية والمجتمع السوسياتي، لذلك أطلق عليه مكونات مجتمعية. إذن لابد أن نطرح سؤال، هل أصبح للجميع حق في أن يكون له هوية خاصة؟ إذن وصلنا إلى الهدف الغربي أو التغريبي، هو تقسيم إلى شعوب وقبائل متناحرة بدلا من أمة متكاملة اقتصاديا اجتماعية. ضمانة هذا الهوية وهذا المفهوم يكمن في عظمة هذا الدين الإسلامي الذي ضمن للجميع حقوقه المادية، المعنوية، العقائدية، السيسولوجية، المفاهيمية، كينونة الإنسان، حفظ له حقوقه. فكان لابد أن نضع إشكالية مفهوم الهوية، هل نريدها هوية مجتمعية أم هوية أممية. حضارة حديثة التهمت بمفهوم الثقافة أو مفهوم الأنثروبولوجي اسمه التثقيف أو المثقفة، أن جعلت العالم وفق ثقافة واحدة غربية معينة، العالم وفق عولمة ومسار واحد، فلذلك التهمت أصولنا، التهمت أين هذه الأصول وأين أركان الهوية العربية؟ تكمن في اللغة العربية، تكمن في التاريخ، تكمن في العقيدة، تكمن حتى في القومية. أين نحن من هذه؟ على سيرة الالتهام، يعني هذا يقودني إلى سؤال أستاذ نبيل في بون. هل ثمت يعني بناء على يعني موضوع أن الابتلاع والالتهام الذي تحدث عنه الدكتور عبد اللطيف معنا في الاستوديو، هل ثمت خطر حقيقي يحيق بالهوية العربية وخاصة عند فئة الشباب أستاذ نبيل؟ يعني نحن جعلنا هذا الخطر الواقع ونضخم من شأنه. لا يوجد تعارض بين تعدد الهويات الواقع إلا إذا تحولت الهوية إلى صراع، إلى عصبية، إلى يعني عداء صلة عداء، أنا ذاك يمكن أن يسبب مشكلة كبيرة. أستاذ نبيل، عفوا، حتى يعني أكفيك مؤونة الحديث في هذه الجزئية بعيدا عن النقطة التي أثرتها، وهي ليس المشكلة في وجود هويات متعددة، إنما السؤال هو يتعلق بالخطر الذي يحيق بالهوية العربية، كون فئة الشباب الآن منبهرة بالنمط الغربي ولا ترى تقدما إلا على النمط الغربي، الثقافة الاستهلاك الغربية، اللباس، التحدث باللغة الإنجليزية، أشياء كثيرة تكون عقل الشباب العربي. هذا يقودني إلى سؤال العقلاء من أمثالكم عن مدى الخطر الذي يتهدد الهوية العربية اليوم وخاصة عند فئة الشباب.
أخي هذا ما استدعى في البداية الواقع أن أبدأ بالتأكيد على ضرورة التمييز بين الهوية بمعناها التقني المادي، سيطرة الحضارة المادية والتقنية، وبين الجانب القيمي. لأن نحن نجد في أوروبا الواقع يحاولون منذ 70 سنة أن يوجدوا نوع ترابط أو يوجد نوع من الانتماء إلى أوروبا كتجمع مشترك، ولكن يعود دائما الخلاف إلى الظهور القوميات وعلى أساس المناطقية إلى آخره، وحتى على الأساس الديني. يعني يظهر العداء من جديد لأنه لا يوجد الواقع ترابط حقيقي بين هذه الهويات. أما إذا نحن قبل قليل كانت المثال بالنسبة لصهيب الرومي، لسلمان الفارسي إلى آخره، أيضا المثال بالنسبة للأقوام التي دخلت في الإسلام ابتداء من إندونيسيا إلى أقصى شرق الغرب الأفريقي، كلها دخلت واحتفظت بهويتها. نحن الآن نضع هذه المسألة، مسألة هوية الشباب العربي، موضع الخطر، لأنه يوجد عوامل أخرى تقنية مادية قاهرة. ولكن هذا كان في أوروبا سابقا، كان في أمريكا سابقا، ولكن استطاعوا تجاوزها من خلال الثقافة التي يتحدثون عنها أو ينطلقون منها بغض النظر عن قيمتها الحقيقية. نحن أيضا الواقع عندما ننطلق من ثقافتنا المشتركة، من قيمنا المشتركة، أن نعززها وأن نرفض صيغة الصراع في قضية العلاقة بين الهويات المتعددة، آنذاك لا يكون هناك خطر لا على الأمازيغي ولا على الكردي ولا على العربي ولا على سواه، ضمن الثقافة المشتركة الأممية كما سماها أستاذنا في الاستوديو. أيضا يمكن أن تجمع بين القوميات المتعددة، الانتماءات المتعددة، الأفكار المتعددة، لأنه لا يوجد تعارض بين تعايشها المشترك، بين عملها المشترك، بين علاقاتها، بين الحقوق المشتركة بينها. بالتالي الواقع لما نضخم من قضية الخطر على الشباب العربي بصورة خاصة، لأن الانبهار بجوانب مادية، ولكن هذا الانبهار مؤقت، لا يبقى فترة طويلة، يبقى يرافق الإنسان في فترة معينة من حياته ثم يتلاشى تدريجيا. فبدلا من أن نضخم هذا الخطر، يجب أن نتحدث عن العوامل بالمقابل التي يمكن أن تمنع هذا الخطر من أن يؤثر على تكويننا الانتمائي بالنسبة على مستوى الشباب وعلى مستوى النخب، على أي مستوى من المستويات نتحدث فيه، ثقافيا، فكريا، سياسيا، مجتمعيا، اقتصاديا. آنذاك يمكن أن ننتزع الجانب السلبي الذي لم تستطع الحضارة الغربية أن تنتزعه. الواقع قامت على الصراع والعنصرية، بالتالي ما زالت حتى الآن تؤثر في العلاقات بين الدول المتعددة، بين المناطق المتعددة. هذا الجانب الصراع لا ينبغي أن ننقله إلى بلادنا وإلى شعوبنا المتعددة. التعدد ليس فيه مشكلة، ولكن المشكلة كيف تتعامل مع هذا التعدد. طيب، يعني بعد الفاصل سنبحث إلى أي مدى تحتل أي منزلة تحتلها قضية الهوية في وعي وسلم أولويات الشباب العربي. نواصل حديثنا مع ضيوفنا الكرام بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا في الحديث عن الشباب العربي وسؤال الهوية. أذهب إلى بيروت دكتور خالد، ما القدر الذي ينشغل به الشباب العربي بمسألة الهوية، أو ما الحيز الذي تشغله من سلم أولوياتهم؟ نعم، هناك كما قلت سؤال يجب أن يفتح على مصراعيه، هو سؤال الهوية. أعيد هذه المسألة، طرح الرأي في الحقيقة. نحن عندما نقول الشباب في مسألة الهوية، ليس هناك فصل في الذهنية، في العقلية، يعني هناك قضايا يتهوى بها المرء حاليا في المجتمع المعاصر، هذا المجتمع الما بعد حداثي غربيا والمتأثر بالما بعد حداثي عندنا فرضا، يجب الانتباه إليها. قضايا مثلا، أنا ماذا ما أقول، أين نحن من مسألة الجندرية، مسألة الجندر، أين نحن من مسألة المثلية، أين نحن من مسألة المدنية، الزواج المدني، أين نحن من هذه القضايا، قضية وجود جماعات المجتمع المدني وهذه التجاوزية
مثلا النضال الحزبي الذي كان قائما في المجتمع العربي، النضال النقابي المحلي، النضال الديني، هناك يعني انواع من مثلا حركات دينيه تعتبر نفسها هي لديها المسؤوليه الاخلاقيه في المجتمع. طيب، لذا المشكله الكبرى هي في الانتماء، كما قلت الانتماء الاخلاقي، يعني كيف نبني فلسفه الاخلاق العربيه حاليا لكي نحدث العربي الجديد، لكي نحدث نوجد هذا الإنسان العربي الجديد، من هو؟ كيف نحدث هويتنا الآن التي تصلح لأن نكون معاصرين؟ يعني أنا عندما أقول أخلاق العرب القدماء وأتحلى بها وأفاخر بها، طيب وأنا لدي هوية رقمية موجودة، يعني لدي هوية افتراضية على الفيسبوك تسمح لي بالتحدث مثلا، لا ما احدهم يقيم اعتبارا لمساله الاختلاط او ما الى ما هنالك، طبعا الفيسبوك هو يسمح لنفسه ليختلط ويمتزج. طيب هذه المساله، وسائل التواصل الاجتماعي، هذا العالم قريه واحده الى ما هنالك، السيطره الفعليه ان تبني هويه حقيقيه هي ان تعي الموجود بما هو موجود لكي تعي كيف تكون أنت الوجود، يعني لا يمكنك تجاهل ما هو موجود. طب أستاذ يعني دكتور خالد، يعني أنت أيضا نقطة مهمة أثرتها، لكن أنت تتحدث في صيغة ما ينبغي أن يكون، لكن ماذا عن ما هو كائن الآن؟ هل ترى أن الشباب العربي اليوم، وطرحت أيضا نقاط يعني يجب التركيز عليها، قضية الجندرة، قضايا الإلحاد، قضايا كثيرة تسربت إلى الذهنية العربية وإلى الثقافة والهوية والمجتمع العربي، هل ترى الشباب الآن منشغل مهموم بمسألة الحفاظ على ذاته، إحساسه بذاته، بشعوره بذاته الثقافية والحضارية؟ نعم، أنا دائما هناك شعور بالخوف كأننا سنترك أن نكون عربا. أنا أرى الشباب اليوم يعرب عن ذاته العربية بأسلوب ربما لا يرضي الشيوخ، يعني مثل، بمعنى يعني مثل عندما ينزل الشاب العربي، وهناك تناقض احيانا، يعني ساعطي مثلا في لبنان وهو ينطبق على ما يجري عربيا. في الانتخابات الاخيره احدى المجتمعات المحليه مثلا، مجتمع كبير يعني، وجرى مثله في او في كل في كل انحاء لبنان، فئه الشباب انتخبت مرشحين الثور، يعني مرشحين ثوره 17 تشرين، بينما أباؤهم ومثلا أخوه الذي أكبر منه اللي بعمر 50 أو 40 وما فوق لديه تحفظ، وهو من المحافظين الذين لم، يعني هو أخيه الذي أكبر منه أو أبوه أو أمه لم يستطع تجاوز الحزب الطائفي الذي ينتمي إليه، بينما هو تفلت من هذه العقالة، يعني انتخب بإرادته من يريد وواجه أهله طبعا على كل على قدر استطاعته. هذا الانتماء الجديد، يعني هو عندما قرر ان ينتخب فلان الفلاني وصرح باراء انا ضد الطائفيه وانا مع ما تطرحه الثوره 17 تشرين والى ما هنالك، عندما طرح الفرد هذه المساله معنى ذلك انه طرح مفهوما للهويه هو المواطنه المشتركه. وهذه المواطنة المشتركة هنا مجال النضال الإنساني الحر، يعني مثلا واحد يفهمها بأنه يعني بدأها مثلا واحد بدأها بأنه حقوق المثليين. أنا يعني هذه القضية مثلا ما الشغل الشاغل فيها؟ من يعني كم هو عدد هذه الحالات المريضة أو يعني ربما خلقية وربما خلقية أو إلى ما هنالك؟ هذه حالات يجب أن نقيم شرعة إنسانية تقبلني وتقبلها، ولا مشكلة في ذلك. المشكلة الكبرى ليست في الجندر والمثلية وإلى ما هنالك، المشكلة في كيف نكون عربا، معنى ذلك كيف يكون لدينا وجهة نظر في الحقيقة المعاصرة. وقد تقدم نعم وقد تقدمت الحديث عن هذه الجزئية عطفا على ما قاله ضيفنا في بيروت دكتور عبد اللطيف. قبل المواصلة في الحديث عن العلاقة بين الشباب والهوية، أريد أن أسألك وأستفيد منك حقيقة عن ماهية هؤلاء الشباب العربي. هل هو الشباب الذي نزل إلى الشارع إلى الانتفاضة العربية، أم الشباب الذي هاجر، أم هو الشباب الذي أيد الأنظمة السياسية الحاكمة ورضي بما هو قائم، أم الشباب الذي
ينشغلوا عن كل هذه المسائل بسد لقمة العيش، وهذه طبقة كبيرة ليست صغيرة في المجتمعات العربية. من هو الشباب العربي؟ الشباب العربي كل ذلك الذي قلته، شباب متحير اليوم، قضايا كبرى تنهال عليه في ظل ضعف وعيه، ضعف وعيه بمفهوم الهوية، أيضا كثرة الأيديولوجيات، الانتماءات، كثرة الاستبداد السياسي الذي يحوط به، كثرة الاستبداد الاقتصادي، لقمة العيش، الهجرة عبر البحار والقوارب الغير شرعية، الحريق كما يقول في شمال إفريقيا. الشباب العربي افتقد حتى في معالمه الأولى تعليم اللغة العربية، افتقد أيضا تعليم كيف يستفيد من دينه، كيف يفسر وكيف يقاوم الرأسمالية والتحديات، كيف يتعامل بوعي مع الحداثة الحديثة. الشباب العربي هو شباب معذور، الكل يتكالب عليه، الكل يشك في إمكانياته، ولا يستغرب البعض أن الاعتقاد هو بداية الخطر، هو بداية الخطأ. الشباب ما زال لديه الكثير، ما زال لديه بناء المستقبل. دعني أقول لك، الشباب الآن يترك الماضي ويترك حتى الحاضر. لماذا يترك الماضي؟ لأنه لا يعتبر أنه جزءا منه، أنه لا يراه في تاريخه، في امتداده. وهذا خطير، هذا خطير، هذا خطير. فإن التاريخ هو الكيمياء مثل الضغط، إما إن كثر فيموت الإنسان أو قل وفسد فيموت أيضا الإنسان. أين التاريخ؟ أين التاريخ الحقيقي الذي يدرسه الطلاب في مدارسهم؟ الشباب أيضا منفصل عن الحاضر، لأنه ليس جزء من عملية التشارك السياسي، ليس جزء من أداة بناء الوطن، فلذلك ترك الحاضر. أما أمال الشباب وطموحاته هي في المستقبل، أبى أم شاء، لأنه هو جزء من المستقبل. لذلك يطمح الشباب دوما إلى المستقبل. تجد الشباب اليوم يخاطر بكل ما يملك من أجل حلم التغريب، من أجل صدمة الحضارات، من أجل أن يكون إنسان ويترك كل ما لديه. فالشباب العربي لديه الأعذار الكثيرة، لديه الأسباب الداخلية والخارجية التي تدفعه أن يتباعد ويتساءل عن مفهوم الهوية. الاستعمار كان له دور، وأيضا في وقتنا الحاضر العملية السياسية، العملية الاقتصادية، حتى التنشئة الاجتماعية أستاذ جهاد لها دور. كيف بعد الشباب؟ الأسرة ذاتها اليوم يعني تدفع الملايين الدولارات من أجل أن يتعلم ابنها في خارج البلاد العربية، من أجل أن يتحدث ابنها اللغة الإنجليزية، من أجل أن يتم تقديم ابنها إلى المدارس الإسكندنافية والأنجلوسكسونية وغيرها من المدارس الأجنبية، بل يتفاخرون في ذلك. فأيضا الأسرة أصبحت لها دور في غياب مفهوم الهوية مع الدولة. فأين الشباب العربي من كل ذلك؟ والآخر، كيف يشكل الشباب العربي حاضره الآن وليس يملك أي شيء فيه؟ وإن كنت أنا يعني أنتظر هذه الإجابة منك ومن الضيوف الكرام، أذهب إلى بون مرة أخرى. أستاذ نبيل، ما المرجعية التي يستند إليها الشباب العربي اليوم في مقاربته للقضايا الكبرى التي تمسه، قضايا أيديولوجية، سياسية، اقتصادية، مجتمعية؟ هل ثمة مرجعية موحدة يستند إليها في هذه المقاربات؟ يعني ليست هناك مرجعية واحدة، هناك مرجعيات تتكامل مع بعضها بعضا، وبعضها يكون تأثيره أكبر من تأثير البعض الآخر. إذا أخذنا المرجعية الإسلامية، الإسلامية تخاطب الواقع الشباب العربي سواء المسلم أو غير المسلم، فتقول يا أيها الناس، يا بني آدم، إلى آخره، يا أيها الإنسان، يعني تخاطبه بالشيء المشترك بين الجميع، وتخاطب أيضا يا أيها الذين آمنوا إلى آخره، كما المخصص للمسلمين بصورة خاصة. يعني هناك الواقع درجات معينة التي نستطيع أن نتحرك على أساسها، أو مستويات معينة نستطيع أن نتحرك عليها في التعامل مع الشباب العربي، أو في تعامل الشباب العربي معها كمرجعيات في هذه القضية. أيضا هناك الواقع المرجعية الحضارية الغربية أيضا تصل إلى الشباب العربي، يمكن أن يقبلها ويمكن أن يرفضها، وإلى حد لا بأس به. تشير الثورات بصورة خاصة على أنه رفض معظم ما جرى الواقع تحت تأثير الحضارة الغربية في بلادنا في العشرات السنين الماضية، العقود الماضية، منذ خروج الاستعمار حتى قامت تلك الثورات. يعني أيضا رفض جزءا من هذه، ولكن تأثر بها ويستعمل وسائلها. ولذلك الواقع أحرز
كثيرا على الفصل ما بين هذين الأمرين. جميع الحضارات، جميع الانتماءات قامت بعد بعضها بعضا، ولكن الجانب التقني، الجانب المادي الذي يبهر، الذي يؤثر على الشباب في الوقت الحاضر وعلى من هم أكثر، يعني أكبر سنا من الشباب، الواقع يؤثر عليهم تأثير الانبهار. هذا الجانب لم يكن في درجة من الدرجات، في حالة من الحالات، مانعا من الخروج من وهدة الواقع، البحث عن الهوية، إلى وجود هذه الهوية وتفعيلها والتحرك على أساسها وبناء يعني مرحلة حضارية جديدة. فالقضية ليست قضية الآن قضية العرب فقط، وإنما قضية العرب من المسلمين وغير المسلمين، العرب والأكراد والأتراك والإيرانيين إلى آخره، وقضية أيضا الإنسان ككل، أن نستطيع أن نجد أشياء مشتركة تجمع ما بين هذه الانتماءات ولا تجعلها تتصادم مع بعضها بعضا. آنذاك يمكن أن نتحرك ولا نقول الواقع الشباب العربي مقصر أو غير مقصر أو مصاب أو غير مصاب. أنا في اعتقادي الشباب العربي بألف خير وأفضل بكثير مما كنا عليه قبل جيل أو جيلين، ويستطيع الآن أن يضع أقدامه على الطريق الواصلة بصورة خاصة من خلال التأهيل، الإقدام على التأهيل، الإقدام على الإعداد المهني وغير المهني، إعداد تصورات أيضا، يمكن أن يتحرك يعني حركة حثيثة إلى الأمام من أجل بناء حضارة، انتماء جديد، انتماء مشترك وانتماء حضاري يمكن أن يؤثر على المستوى العالمي. طيب جيد، طالما أنك وضيفنا أو طالما وأنك وضيفنا في بيروت من فريق المتفائلين، فدعني أتقمص دور الطرف الآخر أو الطرف الأكثر واقعية، دعني أقول إذا ما وصف نفسه بذلك، لأسأل الدكتور خالد في بيروت. يعني اليوم الشباب العربي يقبل على التعلم باللغات الأجنبية، وأنت تعرف يعني في كما تعلم دكتور خالد وأنت متخصص في هذا، أن اللغة ليست أداة تواصل فقط، وإنما هي منهج تفكير، إنما هي منهج عقلي في نهاية المطاف. كيف يمكن أن ينعكس إقبال الشباب العربي على النهم من اللغات الأخرى وبناء نمط تفكيرهم وعقلياتهم من هذه اللغة؟ كيف يمكن أن ينعكس على إحساسهم بذاتهم الثقافية، بذاتهم الحضارية في المرحلة المقبلة؟ المشكلة لو أردت أن أعالج مثلك واقعيا، هذا الشباب العربي الذي يتعلم بلغة إنجليزية مثلا علما معينا، أنا سأعود إلى الانتماءات الضيقة المحتقنة، هذه الانتماءات للفئات. طيب تجده مثلا يتخصص في الفيزياء، يتخصص في علوم الحاسوب إلى ما هنالك باللغة الإنجليزية، و يدرس بعقلية أمريكية محضة، يعني تقول أنت يجب أن يكون ما يعكسه تنفيذه العلمي سلوكه الأخلاقي. طيب يدرس كل هذه العلوم ويعود في نهاية الأمر عندما تجري مثلا أي نعرة طائفية، أي نكزة بالفئة التي ينتمي إليها، يظهر لديه الحس الأقلوي، يظهر لديه يعني هذا الانتماء لغير ما تعلم. معنى ذلك أن العلم لم يفعل دوره في بناء ذاته. يعني هذه الإشكالية. قلت أن اللغة لغة العلم، يعني أنا عندما أتكلم بشيء يجب أن أكون معتقدا به. يعني لا يمكن أن تكون لغة العلم عندي شيء مثلا وأنا مؤمن بشيء آخر، أو عندما أقول مثلا يعني هناك سؤال مثلا لا أعرف لماذا يطرح، يعني العلاقة بين العلم والدين مثلا، لماذا هذه الثنائية الضدية؟ يعني العلم علم بكل شيء، كل شيء خاضع للعلم، كل شيء يخضع لمفهومك العلمي، يعني علمك بهذا الشيء، الكون علامات. يعني لكن معذرة دكتور خالد، هذا السؤال يطرح لأنه يعني يتحول العلم لدى كثير من العرب إلى هو المرجعية المعرفية التي تتضارب في كثير من الأحيان مع النظرة الدينية أو التصور الديني. ولو ابتعدنا عن هذه النقطة، أريدك أن تستكمل قضية التي تحدثت عنها فيما يتعلق بموضوع الإقبال على اللغات الأجنبية وأثرها في نمط وطريقة التفكير. هل يمكن أن تؤدي برأيك في هذا، وألتمس منك الاختصار، هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى خروج الشباب العربي مستقبلا من ذاته؟ طبعا التعلم باللغة العربية هو يجب استعادته، يجب وضعه هدفا أساسيا، لأنه الوحيد الذي يحقق الحضور العربي.
كونيا، يعني كينونة العربي الحالية لن تحضر إلا إذا تحدث وتكلم وتعلم عربيا. فهنا جدوى نضاله العلمي، هنا مسألة الوعي. يعني عندما يدرك أهمية ذاته في الحضور، عندما يعي أنه إنسان له قيمة، يعني هذه القيمة وعيه بأنه قيمة مضافة في هذا الكون، يعيد لغته إلى الكون. عندما لا يكون لديه هذا الهم الوجودي، سيبقى إنجليزيا وسيبقى ليس فقط إنجليزيا، سيلحق عادات لباس و يعني عولمة بحالتها الراثة سيتبعها، لأنه ليس لديه أي مشروع حضاري. بينما عندما ينتمي لمشروع كبير، ستكون لغة هذا المشروع كبير. ومثل واحد أختصر به كل شيء، عندما صدحت الربيع العربي، عندما بدأ بشعار مصري الشعب يريد إسقاط النظام، هذا الشعار بسيط، شعار عامي شعبي، الشعب يريد إسقاط النظام. عندما قامت ثورة بول ستريت بأمريكا في نفس السنة، رفعت شعار الشعب وبالعربية هتفوا الشعب يريد إسقاط النظام. أكثر من ذلك، في الكيان الصهيوني عندما قامت ثورة ضد الحكومة يومها، لكي يجاكروا الحكومة كما نقول باللبناني، يعني لكي يغيظوا الحكومة، رفعوا العلم المصري لو تذكرون، وهتفوا الشعب يريد إسقاط النظام. من ذلك أنك عندما تكون قوي حضاريا، أنت تفرض كيف تكون هوية هذا الكون المعبر عن الحق والخير والجمال. طيب دكتور عبد اللطيف، يعني تحدث الدكتور خالد عن قضية اللغة، وأن الشباب العربي بشكل عام يجب أن يعود إليها ليتعلم بها من أجل مستقبله، من أجل السؤال الوجودي المتعلق بهويته. أنا أريد أن أسألك، هل إهمال اللغة العربية في التعليم يقتضي بالضرورة تخفف وعي الشباب العربي من قضايا دعامات مهمة بعد اللغة، مثل قضية الثقافة والأخلاق والاجتماع؟ هل يمكن القول بأن الشباب العربي متخفف من أحمال الاجتماع أو الإحساس بالذات الثقافية والأخلاقية والمجتمعية؟ بالفعل، نبدأ بسؤال مهم جدا، هل اللغة هي باب لذلك لهذه التساؤلات؟ اللغة هي الوعاء الذي يستطيع الإنسان استكمال تصوراته، استكمال ثقافاته، استكمال أخلاقياته، استكمال تعبيراته. أرنولد تويني وهو فيلسوف فرنسي يقول أن باللغة تكمن فيها استمراريتنا ووجودنا، لأن فيها تعبيراتنا الحضارية وغيرها. الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري يقول علينا بتدارك الإدراك الفكري المعرفي، وأول هذه التصورات اللغة، لأن اللغة هي التي يستطيع الإنسان أن يكون بها التعبيرات الخاصة الحضارية والثقافية والأخلاقية. فلذلك أول اهتمام هذه التساؤلات هو الاهتمام باللغة العربية، الذي ضاعت بين أرجاء التعليم وأولويات التعليم والسلم التعليم العربي المستغرب الذي وضعه الاستعمار، وما زالت قضية الاستعمار باقية في المناهج، ولم تدرك المناهج أين الأولوية التي تبدأ بها، هل تبدأ بالمحلي والتراث القومي والديني، أم تبدأ بالتراث القومي؟ فاختلت موازين السلم التعليمي في عالمنا العربي. يأتي أيضا في باب آخر في مكون الثقافة واللغة، هل الثقافة تنفصل عن اللغة، تنفصل عن الأخلاق؟ هل الشباب في حاجة إلى استعادة ذاته؟ وأول هذه الاستعادات كيف تكون؟ كيف تكون؟ أول شيء باللغة، ثاني شيء بالعقيدة. ولنا مثال واقعي في تكوين الهوية الصهيونية، ورغم أنها هوية ليست إلا عبارة عن شتات، إلا هيرتزل استطاع أن يكون هذا الشتات بطريقين. أول طريق إعادة اللغة العبرية بعد أن انتصرت وتغيرت معالمها، استعاد هذه الشعوب بعملية التكوين الهوياتي العبري وامتداد عبري جديد. ثانيا، خلق مجتمع عقائدي ليخلق منه قضية الهوية الصهيونية، ومن ثم بدأ التمدد والتوغل والبحث عن وطن. فهل الصهيونية جديرة أن تكون من هذا الشتات وطن
أم نحن الذي لنا أصولنا وتاريخنا وامتدادنا الثقافي والحضاري؟ لنا مقومات الحضارة. لك أن تتخيل أننا لسنا بحاجة إلى مفاهيم هويتية. لنا في العالم العربي والإسلامي مجموعة مقاومات قادرة على تشكيل الهوية في خلال 24 ساعة. لدينا اللغة الواحدة، التاريخ المشترك، العرق الواحد، التكامل الفكري العقلي البشري، السمات. فلذلك قادرين على أن نستكمل مسيرة الهوية بأسهل الطرق. نعم. وبأيسرها. أنا مضطر أن أقاطعك حتى أذهب إلى بوان وأعود إليك مرة أخرى لأختم معك أستاذ نبيل بفضلك بدقيقة ونصف. يعني الآن النظرة إلى الغرب على أنه هو النمط الأكمل للتقدم وللنهضة، كيف يمكن تفكيك هذه السردية في عقلية الشباب العربي وإعادة يعني الاحترام للذات بما يولد طاقات الشباب نحو السعي في مشروع نهضة عربي الملامح؟ يعني عندي ملاحظتين في هذا الموضوع مباشرة إن شاء الله بأقل من دقيقتين. يعني أولا النهضة الأوروبية نهضت بالنسبة إلى الجانب العلمي الواقع في تلك الفترة، لم تكن العلوم علوم أوروبية وإنما كانت علوم حضارية عربية تركية إيرانية إسلامية بشكل عام. نقلت هذه العلوم واستطاعت أن تقف على قدميها، وكان الفلاسفة الفرنسيون يكتبون بالفرنسية والألمان بالألمانية والإنجليز بالإنجليزية إلى آخره، ولم يمنع ذلك من تواصلهم على أرضية مشتركة تقوم عليها القيم، المنظومة القيم التي قامت عليها النهضة الأوروبية، نهضة التنوير ثم نهضة الحداثة فيها بعد حداثة الواقع كانت تالية لفترة الإنتاج الكبير الذي كان في الغرب. أما الجانب الآخر الواقع هو نحن عندما نتحدث الآن عن الشباب العربي يجب الواقع أن نكون حذرين في هذا الموضوع تجاه الشباب غير العربي الموجود في البلاد العربية. يعني لا نستطيع الواقع أن نتحدث عن الجانب العربي واللغة العربية دون أن نتحدث عن الثقافة التركية والثقافة الكردية والثقافة الأمازيغية إلى آخره. لنستطيع الواقع أن نجمع، لم شملنا في إطار واحد، يجب أن نجمع بين هذه العناصر جميعا ولا نعتمد على عنصر واحد فقط، لأنها عناصر قابلة للتعايش. نعم. مع بعضها بعضا ولبناء مجد حضاري جديد. طيب لم يبقى لي الوقت لكي أذهب إلى بيروت، أختم معك دكتور عبد اللطيف. يعني كيف يمكن صناعة وعي عربي شبابي يعني بما يسهم في حماية هؤلاء الشباب من السقوط في حضن الثقافة الغربية في نهاية المطاف؟ أول شيء كما تحدثت هو اللغة. اللغة هي وعاء الحضارة الحقيقي الذي يستطيع الإنسان أن يعود بها إلى قراءة تاريخه ثقافته حضارته. ثاني شيء هي عقيدته، هي العقيدة الحقيقية التشريعية القائمة الضامنة لحقوقه وواجباته، الضامنة لأفعاله وصيرورته وهويته. ثالث شيء مشاركة حقيقية فعلية في السياسة، ليس بحقبة من الشباب في وزارة أو وزارتين، ولكن بتفعيل حقيقي للدور الشباب السياسي في خلق مساحة في الإعلام وفي السياسة وفي أروقتها للشباب، خلق مساحة من الإبداع، خلق مساحة من التشاور الفكري الشبابي، الحواري المعرفي تتبناه فعلا السلطات، ولكن نجد ازدواجية حتى في السلطة الحاكمة. نعم. ازدواجية تنشر ثقافة غربية باسم الحداثة وتتناسى ثقافتها الإسلامية العربية، عادتها. نعم. تقاليدها ثقافتها. فتاه الشباب بين هذه الأيديولوجيات، بين الاشتراكية، بين الرأسمالية، بين ما هو فكر إسلامي أو غيره. علينا أن نوحد المفاهيم، علينا أن نخلق مفاهيم جديدة، نخلق وعي شبابي حقيقي وليس عبارة عن أنشودة يتغنى بها الإعلاميين، عن أنشودة يتغنى بها السياسيين في مؤتمرات شباب وغيره. علينا أن نخلق فرص عمل حقيقية اقتصادية تكمن. لدي ختام بسيط حتى نستشعر. نعم. قيمة هذه القضية. روبرت فيسك وهو محلل بريطاني عظيم، عندما سألوه عن الشباب الإسلامي لماذا يشعر هذا الشباب بالاغتراب في وطني، لا يشعر بهويته، قال أنا ذهبت إلى الشباب وذهبت إلى كثير. نعم. من بيوت العرب، وجدت البيوت نظيفة جدا ولكن شوارع العرب متسخة وتملأها القمامة. التفسير الوحيد أن هذا الشباب وهذا العربي يشعر في بيته أنه ملكه، يتملك هذا الشيء. نعم. فيجيد حسن صناعته وتنظيفه، أما الشارع لا يملكه.
فالشباب يحتاج إلى تملك حقيقي ووعي أخلاقي. أشكرك شكراً جزيلاً. وضحت الفكرة، أشكرك شكراً جزيلاً دكتور. ختاماً مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي الكرام معي في الاستوديو، الدكتور عبد اللطيف مشرف الباحث في معهد العلوم الإنسانية بجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، ومن بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي، وكذلك الشكر موصول للدكتور خالد كموني رئيس وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية في المعهد العالمي للتجديد العربي. يبقى الشكر الأكبر لحضراتكم على كرم المتابعة. دمتم في حراسة الله.